لأن بعيدة عن المجاملات، بعيدة عن التكلف، وبعيدة عن أي تصنع، ولأن دخلت عالم الفن والشهرة بلا مقدمات، اليوم بسرني وبشرفني أقدمها بطريقة بسيطة ولكن بكتير من الحب. فايا يونان، أهلا وسهلا فيكي على هواء إذاعة الشرق الأوسط كندا. شكرا لويس، وشكرا على المقدمة الجميلة. مبسوطين حقيقة فايا وانت معنا اليوم على الهواء، وكنا مبسوطين بالأمس القريب لما كنت بيناتنا بموريال وشعرنا بالدفى من خلال الفن اللي قدمتي لنا اياه، وشفنا الوفاء اللي بادلك فيه جمهورك الكبير بكندا. شو شعرت فايا يونان وهي على المسرح، إن كان بحفل موريال أو بحفل تورونتو، وخاصة إنهم كانوا أول حفلات لإلك خارج الوطن العربي؟ أنا كنت كثير سعيدة من أول لحظة تلقينا الدعوة لحد اللحظة يلي طلعنا فيها على المسرح. طبعاً أنا كثير محمسة، بس ما بعرف بالضبط شو اتوقع. هلأ بعرف حيكونوا حلوين، بس بتعرف مثل ما قلت أنت، أول حفلات كاملين يعني برا العالم العربي، بس المحبين بموريال وتورونتو غمرونا يعني بجد. الطاقة كانت كثير 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 حلوة، والتفاعل وكان عم يغني معنا يعني هيك، كان في كتير دفى رغم كل البرد الخارجي إذا بدك. وكتير سعيدة، وإن شاء الله يعني هيك أكيد المرة الأولى وأكيد مش الأخيرة يعني. إن شاء الله بنتمنى فايا أن إطلالاتك تكون أكبر بكندا. بالعودة مرة تانية إلى الحفل، من بين ال 18 أغنية اللي قدمتي لنا ياهن، كان في أغنية أنا شخصيا ما توقعت أنه رح يكون تفاعل الناس مع هذه الأغنية هالقد كبير. عم نحكي عن الأغنية باللغة السريانية الجميلة جدا، واللي الناس تفاعلوا معها بشكل رائع. اليوم هل بتحرص فايا يونان على المحافظة على هذا اللون الغنائي العريق، وهل ممكن بالمستقبل أيضا يكون في إلك أعمال خاصة باللغة السريانية؟ أكيد بتمنى أنا، لأنه اللغة السريانية هي جزء مهم من الحضارة السورية، وأنا كتير بحب تراثنا يعني، بحسه هو هذا الرابط إذا بدك بين التاريخ وبين الحاضر. والأغاني يعني الألحان إذا بدك اللي وصلتنا اليوم هي تنقلوها أجدادنا يعني هيك سماعياً، فكتير قديش حلو نغنيهم سوا ونتذكرهم سوا. هي الأغنية اللي غنيتها اللي عم تحكي عنها أنت بالسرياني بدربود لوقينا، كمان هيك لحن سرياني قديم، والأغنية لجان كارات يعني العظيم. فكتير بحب، وبحب حتى أنه الحضور يعني بأغلب الأوقات ما بيفهموا الكلمات، بس أكيد يعني بيتفاعلوا معها. الموسيقى قادرة تعمل هالشي يعني، حتى إذا ما فهمت الكلام دائما بتضل تتفاعل، لأنه هيك يعني الإيقاع شيء بدمنا يعني، والموسيقى لغة عالمية، فأكيد حلو. وأنا أصلا يعني كتير بحب هذا الجانب من هويتي أنا يعني شخصيا، واسمي بالسرياني كمان، فكتير قريبة منه. وإن شاء الله يعني المستقبل ليش لا، إذا في أعمال هيك تكون خاصة كمان أكيد بتمنى. فكرة يعني كنا عم نحكي عن تفاعل الناس ونوضع جانبا اللغة إذا كانت مفهومة أو لا. أنا بس بدي أشير أنه بالحفل، حفل موريال وتورونتو، كان في حضور كندي كبير، كان في حضور صحيح. يعني بصراحة البعض منهم حب أنه يحضر هالحفل على اعتبار أنه فنانة سورية عم بتقدم موسيقى وأمل وسلام وحب بظل ظروف قاسية عم بتعيشها إن كان سوريا أو المنطقة. ولكن كان في ناس اللي تفاجأنا فيهم أيضا كنديين ولكن متابعين لفايا يونان. صحيح يعني كمان هالشي فاجأني بطريقة إيجابية، وكتير يعني كتير حبيت وجود أشخاص نحن قادرين نوصل لهم بالموسيقى، وكمان يعني هيك قادرين نمثل بلدنا. لأنه بالنسبة لويس للعالم ما بتنتمي
العالم العربي وبتعرف تفاصيله هيك. هلا يمكن اخر كم سنه صاروا يسمعوا بسوريا ونحن بنصدر هيك اخبار حزينه، فحلو قد ايه انه نتشارك لا بالشيء يعني بالشيء جميل بالثقافه. فكتير كتير فرحت انا بوجود يعني هيك هالاشخاص اللي اصلا ما كانوا يفهموا عربي. صحيح، قلت لهم بالاول اذا مش قادر تفهمني بلكي بنحكي موسيقى، وحكينا موسيقى وحكينا فن، وزرعنا وزرعتي بالاحرى الامل بقلوب كل ابناء الجاليه السوريه والعربيه والكنديين اللي حضروا. زرعته معكم لويس، انتم كمان يعني المحبين عن جد هيك فاجئونا، وكميه التفاعل وقد ايه كنتوا مرحبين وهيك هيك يعني حاضنين إذا بدك للموسيقى. فالشكر الأكبر طبعا للناس اللي إجت، الناس اللي إجت ناس محبة، وبالوسط بالوسط الفني بشكل عام في ناس بتراهن دائما على مواهب يمكن بتطلع من السوشيال ميديا بفترة قصيرة وبتحصد نجاح كبير، ولكن هذا النجاح إذا ما يعني تحول استمرارية بعالم الفن بينتهي. اليوم كيف عم تقدر فايا يونان تحافظ على استمرارية النجاح؟ أكيد بالشغل الفعلي بإنتاج الأغاني الجديدة، بأنه نخلق موسيقى مش بس نعيش على الموسيقى اللي أوريدي موجودة، لأنه هذا كمان إذا بدك التحدي الأكبر للمواهب، يعني مش بس بالموسيقى بأي مجال. نحن جيل محظوظ بمحل أنه قادرين نوصل مواهبنا بشكل مباشر وعنا هالفرصة، بنفس الوقت لأنه الكل قادر يوصل موهبته ففي منافسة، لازم عن جد نشتغل على حالنا ونقدر نعمل شيء جديد ونقدر نطلع من هالعالم الافتراضي. يعني من أول ما بلشت دايما بقولها أنه كمان يعني كنت محظوظة بإني التقيت بالأشخاص الصح. عندي مدير الفنون حسام عبد الخالق كمان من أول يوم يقول لي إنه ما نوقع بهذا الفخ، إنه أوكي قد ما واحد نجح بالعالم الافتراضي لازم نواكب هيدا النجاح بحفلات، بس بظن الشغل مش يعني غير الإنتاج وغير كمان واحد يقدر يطور موهبته يصير يسمع أكتر ياخد دروس، يعني في شغل كتير ينعمل إذا بدك خلف الكواليس. يعني صحيح هذا النجاح بالعالم الافتراضي بحاجة لحضور ووجود بالعالم الحقيقي. اليوم السوشيال ميديا وصلت بمكان ما فايا يونان لمئات الآلاف لا بل إلى ملايين من المحبين والمتابعين، ولكن السوشيال ميديا كان إلى أيضا جانب آخر إذا فينا نقول جانب سلبي، واليوم بدي أسألك كيف بتتعاملي مع الوجه الآخر للسوشيال ميديا، خاصة لما بيكون في نقد وأحيانا بيوصل ليكون نقد غير بناء، وببعض الأحيان ممكن يتحول إلى حملات سلبية تشن على الفنان وهو عم يطلع ومش عارف ليش هالقد ممكن يكون في سلبية بهذا العالم الافتراضي. كيف فايا يونان بتتعامل مع الوجه الآخر للسوشيال ميديا؟ هلا مثل ما قلت يعني في فرق بين النقد وبين التجريح. أنا الأشخاص يلي نقدوني بالبداية هن عملوا لي أكبر خدمة، لأنه عن جد أنا كنت أقرأ وأسمع وأرجع أشتغل على حالي، ويمكن هن أكتر ناس عطيوني البوش لحتى أتطور. بس أحياناً مثل ما قلت لأنه في ناس بتتخبى وراء الشاشة فبتبطل صراحة، بيصير تجريح. السلبيات مثل ما قلت أنه أحياناً بتصير مثلاً مواقف صغيرة بتنحط تحت المجهر وبتصير يعني بيصير في يعني تسلاية بالموضوع. فمن كل شيء الواحد بيتعلم بالنهاية، بس أهم شيء إنه أنت تشوف الشيء الإيجابي بأي شيء بصير، يعني إنه تأخذ اللي بيفيدك. بما أنه عم تحكي عن الإيجابية بدي أعطي كمان للسوشيال ميديا حقها بالجانب الإيجابي. أنا بصراحة متعجب بمدى الحرص والاهتمام اللي بتقدمه فايا يونان لكل الفانس لكل المعجبين عبر السوشيال ميديا. أحيانا أكثر من 1500 كومنت فايا يونان بنلاقي أنه عم بترد على كل شخص وعم تعطي لكل شخص محبة على قدر المحبة اللي عم بيقدم لها. شو سر هالعلاقة الغريبة اللي بتجمعك بكل الفانز؟
هو مو سر يعني، هو هذا لازم انه بما انه هالمحبين هن عم يقدموا لك دعم، فانت اقل شيء يعني من واجبك انه تضلك على الصلة معهم. هلا فايا انا بصراحه عم شك انه انت عم تردي على الكل، عم وصفي ناس. انا كنت حاقول لك لا لا، في كثير بتسالي انه انت لا، اذا يعني هو ما عندي حتى يعني ادمنز، هو انا ومدير الفنون، ولما يرد حسام بيكتب تحت انه يعني اذا في رساله وصلت ورد بيكتب حسام، يعني اكيد ما حدا حيرد باسمي لانه انا بحب يعني. بعدين انه يعني اذا على المحبين ما رديت يعني شو بدي اقعد اعمل يعني، اكيد احلى شيء. صحيح. فايا بدي اسالك سؤال صريح، من اول فيديو سجلتي بغرفه منزلك بالسويد لليوم لاخر حفله بمسارح كبيره، شو اللي تغير بشخصيه فايا يونا؟ كنت حقلك كل شيء تغير يعني الصوت والشكل والحالة والهيدا، بس أنه بظن أنا من جوا يعني نفسي ما بتخيل الشخصية تتغير يعني، بيتغير إذا بدك رؤية معينة، بس يمكن بتتطور أكثر، مش صعب تتغير الشخصية لا يعني، بحس هيك شخصية خلاص بتتكون وبتضلها يعني، إلا النقاط السيئة بنشتغل عليها، بس ما بحس في تغيير جذري يعني. لي في حلب ورد الأطاحي. لفايا يونان في حلب، كتير من المعاني الحلوة اللي سمعناها بأغنيتك لي في حلب، ولكن اليوم حابب أعرف ما لي حلب في قلب فايا يونان، وشو أعطت حلب لفايا، وخاصة بزيارتك الأخيرة للمدينة وغنائك على مسرح قلعة حلب. آخر حفلة بحلب اللي هي أول حفلة بعملها كانت مثل الحلم يعني، من أول ما بلشت غني كان هذا الهاجس إنه يا ربي معقول يجي يوم وغني بقلعة حلب، وبعدني لليوم هيك مو مصدقة إنه التقيت بالأهل يعني بأهل حلب اللي هن أهلنا يعني. يعني حتى بالفيديوهات ممكن تسمع ممكن تشوف، بس غير الشيء الملموس على الأرض الواقع، كل حلم تلم وتحقق. إن شاء الله كل أحلامك فايا تتحقق. اليوم أكثر شخص بتنسأل فايا عنه لما بتكون مسافرة أو لما بتلتقي مع معجبينا، فيك تقلي لنا مين؟ وين ريحان؟ ريحان اكزاكتلي. اليوم الكل لما يشوفك بيسألك عن ريحان، وكأنه صورة المقطع مقطع الفيديو لبلادي انطبع بوجدان الناس. هل ممكن يكون في نسخة جديدة، عمل جديد يرجع يجمعك مرة تانية بريحان؟ هلأ ليه لا، إذا حسينا مثل ما حسينا يعني لبلادي وقت عملناها، ما بتخيل هو شيء بتقرر إنه يلا خلينا نرجع نعمل شيء سوا، هيك ما بتزبط لويس، بدك شيء قوي يحسسك إنه لا لازم يعني إنه لازم نعمل شيء سوا. هلأ نحن بعد الفيديو افترقنا يعني، أو إذا بدك ركزنا كل وحدة بالمجال اللي هي بتبرع فيه، فيمكن بالمستقبل إذا يصير شيء كتير عبالنا نعمل شيء سوا أكيد ليش لا، بس هلأ ما في شيء بالأجواء يعني. نعم. إذا هذا اللي بدك تعرفه. بما أنه عم نحكي عن أول شيء، بدنا نطلب منك توجه لنا ونوجه تحية مباشرة لريحان على الهواء من كندا إلى أكيد. بيروت، ونتمنى لها كل التوفيق بمسيرتها الصحفية والإعلامية. فايا نحن بكندا مرق علينا بير نويل أو سانتا كلوز، يعني صرنا دخلنا بفترة الأعياد وشارك عرفت السنة على نهايتها. اليوم بدي أسأل وبدي أطلب من فايا يونان تقدم ثلاث أمنيات. الأمنية الأولى لفايا يونان الفنانة، أما الأمنية الثانية لفايا يونان الإنسانة، والأمنية الثالثة لشخص من اختيارك. قولي لك. أنا بس أقول لك أنه برجي الجوزاء وما بعرف اختار شيء هيك دغري، بدي افكر كتير واحتار واعمل دراسه. من هيك اعطيناكي ثلاث خيارات بس الزمناكي فيهم. رح جرب. رح بلش بالشق الانساني. نعم. لانه هو يطغى على كل شيء. بتمنى اكيد بلادنا سوريا وكل المنطقه تعيش الهدوء والاستقرار والسلام اللي تستاهله.
بشكل عام السلام والفرح يعم على بلدي سوريا وكل المنطقة. على الصعيد الفني أوكي، على الصعيد الفني أكيد بتمنى أقدر أكون دائما عند حسن ظن المحبين والناس اللي بتابع، ويعني أقدر أعمل موسيقى هيك نوعا ما جيدة وإلى قيمة ثقافية وأدبية وتوصل للناس، يعني هذا أهم شيء. جميل. أما الأمنية الثالثة فلشخص أنت بتختاري؟ هيك كتير صعب على فكرة. بما أنه كتير صعب رح أتمنى لك لويس أنت كل التوفيق ببرنامجك. Thank you so much. هيك بزموت، عرفت كيف؟ يعني أنا سعيد أني طلع لي نصيب بأمنياتك للسنة الجديدة. حابب من كل قلبي أني أتشكرك وأرجع كمان مرة أتمنى أنه نشوفك ونشوف حفلات لفايا يونان بكندا، مش بس بموريال وبتورونتو إنما بباقي المقاطعات الكندية. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد يعني لويس أنه موريال وتورونتو كانوا هيك البداية إذا بدك، بس أكيد في تخطيط لحفلات قادمة بأوتوا وكوبيك إذا الله راد، فهيك إذا بدك فتحت إجرنا على كندا وأكيد رح يكون لنا كتير لقاءات. وشكرا كتير لك. ونحن قلوبنا بدها تضل دائما مفتوحة لهذا الفن الجميل والفن الراقي. فايا يونان عبر إذاعة الشرق الأوسط، مع كل التحية والتقدير والحب.